محمد عواد نجم الزمالك يفتح قلبه ويجيب عن كل التساؤلات المهمة في رقم 10. هل يفكر في الرحيل عن القلعة البيضاء أم أنه قنع بدور الرجل الثاني في حراسة مرمى الزمالك؟ وما هي طموحاته في الدوري والكأس وبطولة إفريقيا؟ رقم 10 مع كريم رمزي اليوم 12:00 منتصف الليل على قناة مصر الأولى.